مساء الخير، معكم أسماء حمدوني، طبيبتكم العامة ببوشدور ومرافقة ولا صديقة ديال الشباب والمراهقين والوليدات الصغار اللي ما عارفينش شنو غادي يديروا بحياتهم بيان ولا اللي باغيين يكملوا قرايتهم. الو، حنا دابا تندويو على المشاكل ديال الإدمان، على التدخين وكل شيء. وكاين واحد المشكل بغيت ندوي لكم عليه، بتعرفوني أنا تندوي نيشان، يعني ما بلا ما نزوق، بلا الدنيا عامره بالسواق، ما كاينلاش نبقاو حتى حنا نكذبوا على بعضياتنا. الوغ كاين واحد النوع، الهضره اللي غنقول قاصحه، كاين واحد النوع ديال الوليدات وديال البنات ما خدامينش، ما عندهمش خدمه، تيعانيو من البطاله، جربوا بزاف ديال الحوايج وما خدماتش ليهم، وبغاو يخدموا، بغاو يحسنوا حياتهم، بغاو يكون عندهم سالير، بغاو يكون عندهم. هاد النوع ديال الناس منين تيجي شي واحد يعاونهم ويقول لهم ها كيفاش تخدموا داكشي، هما تيعاملوه بواحد الطريقه خايبه، داكشي علاش هما معمرهم ما غيطفروه. اشني هي المعلومه؟ شنو هي المعامله الخايبه؟ المعامله الخايبه هو انك انت ما باغيش تخدم وتتكذب على راسك وتتبقى تبكي وتشكي وتقول انا ما بغيت نخدم. الا ما كنتيش سيدي ومولاي وبديتي من تحت ودرجه درجه ونتي الصباح وضربتي الكرفي على قلبك، ما تقولش لي انا قاري ولا ما قاريش، خاصك تنوض درجه درجه وتنوض ودير انا فوق مجهود. الا ما كنتيش من هذا النوع اللي حر، ولا ما كنتيش لا مولاتي وباغيه تخدمي وكديري واحد الجهد وما كتسنيش تخلصي من الاول، اولا لك الخلاص قليل كتشديه وكتعلمي الحرفه، الا ما كانش عندكم القلب ديال الخدمه او والله لا تفرتوه، يعني بلا ما تبقاو تبكي وتشكي وتبقاو تلوموا الناس. وكيجي واحد مثلا يعاونكم كتلوحوا عليه الحمل 100%. ونصيحه حتى للناس اللي كيبغيو يعاونوا بحال هكا الشباب، حيت كاينين واحد الناس الله يعمرها دار كتبغي تخدم مع الشباب، نصيحه الله يرحم لك الوالدين، ما عمرك تعاون شي واحد 100%، غادي تجربوا، الا حسيتي به حار مرحبا، الا حسيتي به متهاون ما تبقاش تدوي معاه كاع، لان اش غيدير لك؟ هو غيدير لك الاحباط. داكشي علاش اللي ما فيه ينفع دفع، بغيتي تخدم غادي تنوض بكري، غتنعس بكري، غتجاوب في التليفون، غادي تخدم، غادي تزير، غادي تضحك، غتكون ديسپونيبل، غادي ما عندكش الحق تقول انا بغيت نربح مليار في الشهر ولا 50 مليون ولا هذيك الهضره الخاويه كامله، ما عندنا ما نديرو فيها. اللي بغى يخدم هو اللي خاصو يقلب على الخدمه، ماشي الناس اللي تجيب لي الخدمه. مرحبا وسهلا.